لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. العين الإخبارية: توقيف طالبين تونسيين قيس سعيد على الخطأ. الرئيس التونسي قيس سعيد يدخل على خطأ الجدل المتفجر عقب توقيف شابين نشرا أغنية راب تخرى فيها من الشرطة. وعبر موقع التواصل الاجتماعي، ظهر الشابان يوسف شلبي وضياء نصير هذا الأسبوع يغنية هزيلة حملت عنوان بابا في الليل، يلوج ويبحث في الإقليم. انتقد خلالها طريقة تعامل الشرطة مع مستهلكي ومروجي المخدرات، كما اتهم هذا الجهاز العريق في البلد بتلاقي الرشوة واستعمال العنف والقوة وتزوير محضر البحث، ما دفع قوات الأمن الأربعاء إلى توقيفهما في خطوة فجرت استنكار واسعا وأحيت النقاش حول حدود حرية التعبير والفن. سعيد على الخط: الرئيس التونسي قيس سعيد أعرب اليوم يوم الخميس عن شديد استغرابه من اعتقال طالبين بمحافظة نابل شمال شرقي البلد بسبب الأغنية الساخرة. وشدد سعيد خلال لقاء جمعة برئيس الحكومة نجيب بودن قبل مغادرته إلى السعودية لحضور القمة العربية على أنه ليس هناك أي مبرر على الإطلاق لاعتقال طلبة وهم يستعدون لإجراء الامتحانات، وقال أن هذا الاعتقالات التي تمت فضلا عم يحصل في دوائر اخرى غير مقبول بالمرة. واضاف انه لا يتدخل في القضاء ولكنه لا يريد ولن يسمح بان يظلم احد في هذا البلد، مشددا في الان نفسه على احترامه للقضاء المستقل. وتابع: ما حصل غير مقبول، وعلى القضاء الشرفاء ان يتصدوا لمثل هذا التجاوزات، وعلى المجلس الاعلى للقضاء ان يقوم بدوره كاملا في ضمان العدل لكل التونسيين. كما دعا قيس سعيد القضاء لقيام بدوره كاملا وتطبيق القانون. وسبق أن أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزوغاية الخميس أن وزير الداخلية كمال الفقي أذن بفتح بحث إداري لثبت من مدى صحة الإجراءات وحسيات توقيف الطالبين، كيف تعاملت الوحدات الأمنية معه، وصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق الطالبين الذين يجري التحقيق معهم من أجل تتعلق بالإساءة للغير على شبكات التواصل ونسبة أمور غير صحفية للموظف عمومي بسبب هذه الأغنية. واستنكر بوزوغاية ما وصفه بالجدة المتفاعلة، مستغربا من استهداف وزارة الداخلية وعمل المؤسسة الأمنية وما طالها من اتهامات ومغالطات، مشددا على أن الوزراء تعمل في إطار القانون.